السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحة شريبتكم. ستشاهدون في هذا الفيديو طريقة تجفيف الفول في البيت. الخطوات سهلة جداً وبسيطة. Hi guys, welcome back to my channel. Today you'll learn how to dry and store fava beans at home. أهم عامل يجب التركيز عليه في هذه العملية هو شراء فول ناضج وحباته كبيرة وقاسية الملمس. لا يجب اختيار فول طري وصغير الحجم والذي لم ينضج بعد. ستلاحظون أن قشور الفول الخارجية أو قرون الفول الناضجة تتحول بسرعة للون الأسود. عند التسوق حاولوا اختيار القرون الصغيرة المنتفخة والتي تحتوي على حبوب ناضجة. بالنسبة لي قمت باختيار نوع معين من الفول يسمى في تونس الفول المالطي. يتميز هذا النوع من الفول بقرون تحتوي أحياناً على حبة واحدة ضخمة، وفي أحيان أخرى يمكن أن يصل العدد الأقصى لحبات الفول إلى 3 حبات. ويعد هذا النوع من الفول من أحسن الأنواع المناسبة للتخزين. يتوفر هذا النوع من الفول حالياً في الأسواق التونسية. أنصحكم بشراء هذا النوع من الفول لأن مذاقه مميز وحباته كبيرة جداً. نقوم بفتح القرون من أحد الجانبين لإخراج حبات الفول. بعد الانتهاء من تقشير كل كمية الفول المتوفرة لدينا، ننتقل الآن إلى المرحلة التالية وهي غسل حبات الفول جيداً للتخلص من الشوائب والأوساخ العالقة بها، ثم نقوم بتصفيتها في مصفاة. Thank you.
حبات الفول على قطعة قماش نظيفة أو منديل كبير ونتركه ليجف في الظل لأيام. ما أن يجف الفول، نقوم بتجميعه في صندوق غذائي محكم الإغلاق وتخزينه لحين استخدامه. وبهذا نكون قد جمعنا مخزوناً جيداً من الفول يكفي لأشهر طويلة من السنة. يبقى الفول صالحاً لمدة قد تصل لعام كامل. إذا تم تخزين الفول في مكان بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس، فإنه يمكن أن يبقى صالحاً لمدة طويلة قد تصل لعام كامل. سأضع لكم في صندوق الوصف بعض الوصفات التونسية التي يستخدم فيها هذا النوع من الفول. قمت من قبل بتقديم فيديو على القناة فيه طريقة مختلفة لتجفيف الفول الأخضر في البيت. سأضع لكم رابط هذا الفيديو أيضاً في صندوق الوصف. أتمنى أعزائي أن هذه الطريقة قد نالت إعجابكم، وأرجو أن لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ونشره بين أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة على الجميع. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم. تصبحون على خير. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.